نائمة بوحمالة، باك صاحبي غيبني إلى الشاشة وأرغب في العمل لأن الجمهور كيحبني. إليكم التفاصيل. انتهت الفنانة المغربية نائمة بوحمالة مؤخرا من تصوير فيلم سينمائي جديد يحمي العنوان حدا وكريمو من إخراج هشام الجباري وإنتاج شركة بيكتوب. الشريط السينمائي الجديد يعالج حسب النعيمة بوحمالة عدد من المواضيع الاجتماعية في قالب كوميدي، حيث تدور أحداثه في إحدى الكريانات نواحي مدينة المحمدية. وكشفت نعيمة بوحمالة في تصريح لها أنها جسدت في حدا وكريمو شخصية جارة الفنانة دنيا بوطازوت التي تؤدي بطولة الفيلم، وهي فتاة يتيمة الأبوين تعاني من إعاقة ويتكفل بها شقيقها. وأضافت نعيمة بوحمالة أن أجواء تصوير العمل مرت في ظروف جيدة، خاصة مع الترحيب الكبير الذي خص به سكان الحي الصفيحي طاقم العمل، مشيرة إلى أنه يعرف مشاركة العديد من الفنانين أبرزهم رابع القاطي وأسماء قرطبي. وعن سبب غيابها عن المسلسلات التلفزية طيلة سنوات، أوضحت نعيمة بوحمالة أن الأمر خارج عن إرادتها ويعود إلى عدم تلقيها لأي عروض من شركة الإنتاج أو المخرجين. واعتبرت ذات المتحدثة أن العمل في الوسط الفني يتم من خلال العلاقات الشخصية وباك صاحبي، مشيرة إلى أن القنوات تتدخل أيضا في العمليات من خلال فرضها لبعض الأسماء على شركات الإنتاج. وتابعت الفنانة المغربية نعيمة بوحمالة أنها ترغب في المشاركة في الإنتاجات التلفزية لأن الجمهور يحبها، لافتة إلى أنها تتلقى الكثير من الرسائل محبة من الجمهور الذي يطالبها بالظهور على الشاشات الصغيرة، لكن الله غالب وفق تعبيرها. وكان آخر ظهور تلفزي لنعيمة بوحمالة من خلال السلسلة الكوميدية بنات الست طاهر التي عرضت على شاشة القناة الأولى في رمضان 2022.